بارك لمصر على هذا الإنجاز التاريخي والعالمي، افتتاح قناة السويس تحت قيادة الشعب المصري برئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأتمنى من ربنا إن احنا في إصدار دايم، أتمنى من شعب مصر إن هو يبقى منتج صناعة وتجارة وزراعة، وليس منتج كلام وبلطجة وأساليب رخيصة. وأتمنى من ربنا إنه يصلح حالنا جميعا ويهدينا لما هو فيه الخير. أشكركم، كل سنة وانتم طيبين.